بشوف دلوقتي شقة 4 غرف نظام دوبلكس، عندي ده المدخل، اجي بعد كده عندي هناك مطبخ وغرفة وحمام، اجي بعد كده دي الصالة، فيها بلكونة، قادر اشوف البحر هناك هيبان من التراس من فوق، بص على المجمع من الداخل، عندي هنا ده حمام ضيوف، اجي بعد كده عندي هنا ده المطبخ، عندي هنا دي بلكونة هنخرج لها من الغرفة، عندي دي الغرفة، مساحة البلكونة، هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق، فوق عندنا 3 غرف باتنين حمام وعندنا تراس كبير، دي عندي الغرفة رقم 2، الغرفة التالتة دي أصغر غرفة، الشقة زاوية، ده عندي هنا تراس، تراس مكمل معايا لحد هناك، عندي هنا ده الحمام، ده هنا التراس اللي احنا كنا فيه بره من شويه، بعد الخروج من هنا نيجي بعد كده دي الغرفه الماستر، حمام، عندي هنا الغرفه، دي هنا البلكونة، طالة،